سؤال جا بزاف المرات، كيفاش تبدا مع السيو دي بارتنر؟ غادي تمشي للسيو دي www.seodepartner.com، غادي تقيد، غادي تحل الكونت ديالك. الا بغيتي تخدم سيلا راه تخدم ديريكتومون تما. اون فوا غادي تاخد ان بلان بيد، اولا غادي تكوموندي ان ستوك، غادي يكون عندك اكونت مانجر غيتبع معاك الخدمه ديالك كامله. الا بغيتي تخدم افيليات باش يبان لك برودكت كاتالوغ، غادي تمشي ل www.dropify.shop، غادي تقيد، غادي تحل الستور، غادي تخلص البلان واخا يكون غير ديال $6 في الشهر، وغادي تصيفط للسيبور ديال دروبيفاي باش يعطيوك لاكسي للكاتالوغ ديال البرودويات في سيو دي بارتنر. انا غنحط المواقع هنايا بجوج. انا جو بونس كو لو مينيموم يمكن باش يبدا شي واحد دابا اي كوميرس، واخا تبغي تبدا افيليات، غادي تخصك واحد $10-20 ديال الادز في النهار. غادي دير بحساب مثلا 15 يوم، دونك غادي تخصك على الاقل $150 حتى $300 باش تبدا، يعني 1500 درهم حتى 3000 درهم. وهذا ما كان الواحد يقدر يدير ارقام كبيره بزاف في اي كوميرس دابا، سواء في ديات سواء سيلر سواء اي كوم لوكال، كو مش بامازون سورتو كو داكشي دابا سهل. كنعطيوك فلوس ديال البرودوي، كنعطيوك الفلوس ديال الاد، كنعطيوك بزاف د الحاجات، سهلنا بزاف الماموريه. ما كتشيبي ما والو، انت جالس في داركم خدام بحال خدام ديجيتال نيت. هذا ما كان دونك بارابور الناس اللي غادي نعاونوهم في الادز سو دي بارتنر، حتى في ستوك الا خاصهم نجيبوه ليهم. هاد اللعيبة كنا قلناها في لايف مع عفرة ديال سعودي بارتنر، غادي تعاون 20 واحد، كل واحد $250 الا ما خرجتش. هي هاديك دونك غادي دير عفرة، غادي دير شي فورمولار غادي تعمروه، وغادي تسليكسيوني شي حالات يكونوا مختلفين، شي واحد اللي فاهمين شويه الاي كوميرس يكون احسن، ماشي ضروري يكون طوب في الاي كوميرس. اذا كان طوب في الاي كوميرس عاد تكون عنده $250، ما يحتاجناش حنايا ديال الادز، ولكن خصو يكون فاهم البيزنس موديل، فاهم شنو هي التجاره الالكترونيه في الخليج، كيفاش ديليفري الكونفيرم الكول سنتر، فاهم بروسيس. هذا ما كان في البودكاست مع سيمونير، قلت لكم بانه صعيب دابا تخدم. انا قلت صراحه، قلت شحال هادي صعيب انك تنافس مشبع امازون وتجيب مبيعات وانت خدام كوريكتي. ما كنا كنخدموا حنا، حيت انا مشبع امازون من 2018 وشرحته في 2019 لي كور ديالي كلهم في يوتيوب. دابا 2023 اوكي، 5 سنين من بعد، والناس راه سبقوني. انا راه كان اللي بدا مرش بامازون 2016 ولا 2017. البلان سي كو ملي كتدخل المرش بامازون في واحد ستيبس، عندك الحق تحط غير 10، حتى كتبيع 10 عاد باش عندك الحق تحط 25. ممكن يكونش عندك الحق انك دير اشهار لهذوك المنتجات، باغ كونت كتكون منافس مع شي واحد بحالي انايا ديك الساعه نقدر نحط الاف في النهار وندير لهم الاشهار. هذا الشيء اللي قلت. المهم هذا البلان راه كنا كنديروه وباقي كنديروه من العام اللي فات. الى تيستيتي ان برودوي ما كانش عندك البادجيت كافي انك تشري هذاك البرودوي، صراحه ما عمرك ما خدمتي معانا، خاصك بارتيسيبي بواحد لابارتي واخا يكون واحد شويه، حيت تاخد معانا لو ريسك، حيت حنا واخدين معاك لو ريسك في برودوي ديالك نتايا، حنا غنشريو هذيك فهمتيني. باغ كونطخ ملي كتكون خدام معانا راه كنشريو لك ستوك 100%، ما كتحط حتى شي حاجه نتايا في الاول. اسيدي نديرو حنا هي نورمالمون كتستحق 50%، ندير في هاد ستوريا هادي. المهم اللي شاف ستوريا وخاصو ستوك في سو دي بارتنر يكون تيستا، يدير ريكويست يحط غير اون بارتي، حتى صدي غير 20% ولا غير 10%. كان ستوك داير $1000 حتى $100
اوكي يلا هادشي اللي قدرني الله عليكم. الله المهم دونك احسن حاجه يديرها الواحد الا ما عندوش اكسبيريونس في الكاش اون ديليفري في الخارج انه يخدم افيليات او بيغ ديكا غادي تعلم شنو هما لي برودوي اللي كيخدموا. واحد القضيه كان قالها واحد من توب سيلرز عندنا في الافيليات حمزه قريض كنت نسمع واحد اللايف ديالو البارح قال لك اودي كاينين شي برودويات ما كنتش كنقدر نزعم نخدم عليهم ملي خدمت عليهم في لافيديات كيمشي كيجيب كاستيلر سيم كاتيجوري ولا سيم برودوي كيخدمو هو راسو. دونك غادي تخدم على حيت ملي كتدخل لافيديات مثلا غير في السعوديه عندنا حنا شي 500 برودوي غير في السعوديه كاين بزاف ديال لي كاتيجوري كاين الكوزينه كاين الشعر كاين عيالات كاين الكوزميتيك كاين بزاف ديال الكوزميتي كاين دي برودوي ديال الكيتشن كاين ديال الغاردن كاين ديال الطوموبيل. دونك انت كتخدم على دوك لي برودوي كتقولها خدام انت ما كنتيش تقدر يمكن تزعم تخدم على داك لو برودوي وتتعلم وكتعرف كيفاش تدير الادز مزيان داكشي موندر بادجيت وتما غادي بشويه بشويه بيان سور تقدر تبدا لكم حتى الا كانت عندك 95 عام ولا 100 عام. لا احنا ما كان ماشي ما كنرفيزو زعما بارابور الاج فهمتيني اي اج عندك تقيد في www.saudipartner.com خاص غير تحط لنا الاي دي ديالك ولا الرخصه التجاريه ديالك الا كنتي غتخدم معنا كشركه وضات سيت وتخدم شويه بشويه وان شاء الله يسهل الله الامور. دابا ما كيجيني السؤال بحال هكا غنهضر كأنا مثلا كون كنت مبتدئ جو بونس غادي نخدم على الكويت ولا على قطر. السعوديه فيها فيها المارجين باش تسكيلي بزاف مي انا بارابور ا مو بارابور داكشي اللي كنشوف وستاتيستيكس من اسهل الدول اللي تبيع فيهم برودويات هما الكويت وقطر. الكليانات ديالهم مور سيريوس كو كليان ديال السعوديه ملي كيشري كيكوموندي عندك في لاباج ديالك كيكون باغي البرودوي. حاجه ثانيه في الديليفري ريت احسن بزاف من السعوديه حيت صافي ملي كيكوموندي البرودوي كتعيط ليه في التليفون كيكونفيرمي معاك كتصيفط ليه البرودوي كيشدو. داك علاش في قطر والكويت كيكون واحد الديليفري ريت ديال 75-80% في السعودي بارتنر كله يقدر البرودوي تليفرا حتى 90-100% ولكن اون جينيرال كتدور عندنا قول كدا 68 مثلا حتى 75-80% السعودية ما كديباشي 60%. مش فرنسا هاد اللي كيسول يمكن من الجزائر جاوبك بالجزائري زعما ما كاش مشكل يهضر مع الاكونت مانجر ديالك وقول له دير عاونوني عاوتاني باش نعاود عاوتاني نخدم وان شاء الله. ولا النصيحة ديالي سيكو فوكس بيسيو انت دابا كنتي خدام مزيان درتي معنا 3000 دولار بقى في هاد الدومين هذا باش توصل غير 30000 دولار في الشهر ولا ان شاء الله شي مونطون اخر ماشي تربح 3000 دولار مثلا في سعودي بارتنر وتمشي شي بلان اخر ولا شي دومين اخر ولا شي سيرفيس اخر. انت خدام لك داكشي علاش غتابوندوني ولا علاش غتمشي دير به شي حاجه اخرى اللي انت ما متاكدش انك خدم بها وخاصك عاوتاني وقت يمكن تعلم لها. خدم لك داكشي 3000 دولار الشهر الجاي حاول دير 5000 6000 الشهر الجاي حاول دير 10000 20000 ودير في البلان ديالك العام الجاي توصل 30000 راه بحال هكا الدراري كينجح الواحد. في التجاره الالكترونيه بعدا مع سعودي بارتنر ما كنشوفش انا شي مشكل. علاش؟ حيت البرودوي ما كيتحطش في البلاتفورم حتى كيكون ديجا اون ستوك. دونك لا سيلر لا لافيليات البرودويات اللي تيبيعو تيكونوا ريالمون ماشي مثلا كاين دي بلاتفورم اخرين اللي تحت لك برودوي مثلا في السعوديه من بعد كيشيبي هو من الشينوا وما يمكن كاع حتى داك حاله ما عرفتش. مي حنا البرودوي كنقول لك هو في السعوديه ملي كتجيب فيه الليد كتبيعو كنشحنو سوا نفس النهار سوا الغد لين للسيد. راه ماشي كتبيع شي حاجه ما عندكش ولا ما عندناش ولا ما عندش ما عندناش فهمتيني في ستوك. فدروبيفاي تقدر تخدم اي كوميرس لوكال تقدر تخدم
تخدم كاشون ديليفري، تقدر تخدم حتى دروب شيبين الا بغيتي، ولا الاي كوميرس في امريكان ولا فيما بغيتي. تقدر تخدم كاشون ديليفري، كلينكي ستور ديالك دروبيفاي مع ساودي بارتنر يبقاو يدوزو ليدز اوتوماتيكمون. تقدر تانستالي سترايب ولا باي بال وتخدم حتى اي كوميرس عادي ولا دروب شيبين. البلان اللي خدامين عليه بروشين ان شاء الله هو ديجيتال برودكتس ولا الكورسز، اللي بغى يدير مثلا ستور في دروبيفاي كيبيع فيه لي كور ولا كيبيع فيه شي ديجيتال برودكت. هاد اللعيبه بتات خلي باقي ما مسيبورتينهاش 100%. الا لاحظتوا من داك النهار فاش درت ستوريا كل نهار كيتزادوا برودكتس ديال لافيليات، دونك خدينا ستوك كبير وكل دوله كيتزادوا فيها برودويات. اليوم غتكونوا لاحظتوا تزادوا بزاف برودويات في الامارات وباقي غيتزادوا وحدين اخرين، السعوديه وكذلك غيتزادوا بتات غدا، قطر قريبا فهمتيني، قطر حتى البحرين غيتزادوا فيها وحتى عمان، دونك جميع البلدان غيتزادوا فيها برودويات. البلان اللي غنسولك انا هو الا انت كنتي ساكن في قطر علاش بالضبط تخدم في قطر، خدم في الكويت. الكويت راه عندنا بزاف ديال لي برودوي في الكويت وخدامين مزيان، خدم جرب السعوديه جرب عمان فهمتيني، سينو شوف دير ريكويست ونجيب لك برودوي اللي بغيتي نتابعو في قطر ولا بيعو فيما بغيتي. البلان اللي ما عرفت شي واحد سي كو بدينا كنليفريو راسنا في السعوديه، دونك جو بونس بدات لو برومي سيرفيس اللي بدا كيدير هاد البلان. الاوردرز اللي كيكونوا في هذيك المنطقه فين كاينين حنايا الوير هاوس ديالنا اللي تلاحظوا بانه بدينا كنليفريو من راسنا، وصراحه دابا راه شهرين، هذا هو الشهر الثالث دابا، الطو دو كونفي طو دو ديليفري طالع بزاف حيت دغيا كيتشيبا لواحد وقريب لك دونك دغيا كديه ليه، ولكن راه صعيبه شويه انك تمشي اول السعوديه. الا قدرنا غير نديرو البلان في الرياض كامل وان شاء الله في جده. دونك البلان ديال لوفر ديال 199 دولار فعام ديال دروبيفاي بلس لي فيديو كان كيكون غير واحد يومين ثلاث ايام، اي فوا كتسجلوا 100 واحد صافي كنحيدو، حتى كيتحكري عاوتاني جروب اخر، وداك الشيء فيه خدمه راه باش دير 100 فيديو ديال لي برودوي صعيب شويه. دونك اون فوا يسالي الا كان عاوتاني شي جروب غادي نحطو في لا ستوري تبعو، غير هو اون فوا يتحط خاصك تدخل دغيا تقيد فيه باش دغيا تشد بلاصتك باش ما يعمرش بدا ما كان. فورماسيون كنتمنى ان شاء الله وكنحاول ما امكن ان يسالي داكشي قبل من لافان ديال اوت، دونك قبل ما نمشي دبي ان شاء الله. ولكن اللي غادي يكونوا بوت كامبس، غادي يبقاو يكونوا على طول السنه ان شاء الله، سواء ديريكتومون في سو ديبارتمون دروبيفاي اكاديمي هنايا في سونتر دو فورماسيون، اولا اونلاين، اولا نقدروا نديروا واحد الجروب غيكون ديريكتومون اون بلاس واحد الجروب اونلاين وحنا غادي نشوفوا. مي البلان سي كو عوض ما تسافر لتايلاند ولا تمشي شي قنت غادي تكون في اكادير، انت ساكن في اكادير ولا تجي لاكادير ولا غادي تكونيكتا من داركم وتبدا خدام اثنين حتى للسبت من 8 ل 12 جوج ل 6 حتى تخرج ناضي ان شاء الله. البيزيك ما كاينش داكشي قوت الهضره وداك التخربيق، طق طق السلام عليكم كيفاش غادي تخدم اي كوميرس ونعطيوك فلوس باش دير ستور ما تخلص حتى ريال. الله المهم لافيديات حنايا صراحه ما عندناش لافيديات، حنايا عندنا سيلر فهمتيني، غير كنعطيوك عوض انت ما تمشي تشري برودوي ولا عوض ما تمشي تقلب على برودوي ديجا باش تشري. حنا كنقول لك دير كاينين تراندين برودكتس عندنا في السعوديه في الكويت فادي في هذا، بيعهم بحال لا شريتهم لك حطيتهم لك تما، غير انت كتبقى تبيع بياسه بياسه كتبدا تقطع لك البرودوي شويه بشويه شويه، انت ما عندك حتى شي ريسك، تليفرا البرودوي كتخلص فيه، ما تليفراش البرودوي كتخلص هذاك التكاليف ديال الشحن بنفس الثمن، بحال السيلر بحال 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 اللي كيبيع البرودويات ديالو، بحال اللي كيبيع برودويات ديال ساو ديبارتمون نفس الثمن ديال الشحن، سا ديبون غير
على سميتو على السبسكريبشن اللي عندك. والسبسكريبشن عندنا حنا غير هذيك، ما كتخلصش باقي السبسكريبشن ديال الكول سنتر ولا شي حاجه اخرى، حيت كل سيرفيس شنو كيسميها. حنا عندنا برو بلان بحال داكشي ديال امازون، كتخلص قد وقد كيتنقص لك في الشحن. هذا صراحه لا تحتاجه، علاش؟ حيت سو ديبارتمون كتوفر لك اد اكاونت ايجنسي تيك توك فابور، ما كتخلصنا لا سبسكريبشن في الشهر، ما كنزيدوش عليك. داكشي اللي كتخلص داكشي اللي كتخسر ديال الاد كنقطعوا لك، وماشي حتى كتخلصوا في البلاصه الا لما عمرك ما خدمتي معاهم. اما السيلرز راه كيدير الاكونت مانجر ديالو عافاك في الاد، كري لي اد اكونت ولا كيك ولا عنده ديجا معانا عافاك فانديه ليا $1,000 ولا $5,000. انا شفت فاندين ديال $10,000 في كونت تيك توك، كيتفاند لي $10,000 ما كتقطع لي، ما خلص بحال كريديت كارد، وما كتزاد عليك لا انتيري لا سبسكريبشن لا زياده لا التلابه، حتى من بعد كتقطع لك في الانفويس ديالك. نفس الحاجه، خدم برودكت كاتالوج ديال سو دي بارتنر، اكتيفي دروبيفاي صيفط للسيبور عطاك برودكت كاتالوج ولو خدم على داك لي برودوي، غاتخدم مزيان وغاتفهم المارشي مزيان. لا بلوبا ديال لي برودوي اللي عندنا غادي تدخل غتلقى برودويات ناضي. اوكي دونك بابور الفلوس، سواء كتبيع برودويات ديال سعودي بارتنر ولا البرودويات ديالك، كسيلر تقدر تخلص بوايز، تقدر تخلص بيونير، تقدر تخلص في البنكه ديالك فين ما كانت، نصيفطوك فلوس للكونت ديالك للبنكه ديالك. دو بريفيرونس النصيحه اللي كنقول دائما خدموا بوايز ولا بيونير، باش منين صيفط لك $200 توصلك $200. حيت الا صيفط لك $200 للمغرب، البنكه غادي فلوس، وايز غادي الفلوس، البنكه ديالك غادي حتى هي الفيز، وانت غادي ترجع توصلك بحال توصلك شي $90، وديك $90 غضرب السيمانه تقول اه خصني نديرها في الاد، غديرها في الاد الترانسفير عاوتاني ولات عاوتاني $85 ولا $80، هي 20% ديال الفلوس ديالك مشاو. خدمو بشي كونت اللي كيغاردي ديك العمله، خدام بالدولار خدم بالدولار، خدم كونت فيه الدولار، باش نصيفط لك $200 تشد $200، تشد هذاك $200 ديال بالادز كتحط $200. كتجاني بزاف هذا السؤال ديال مش بامازون والرحله ديالي مع مش بامازون وكيفاش انتهت، راه شرحت كلشي لسيمونير. انا كنت باغي ندير فيديو صراحه في يوتيوب، وجات لا كيسيون في بودكاست مع مونير وقلت ليه شنو وقع و ايفريثينغ. انا نحط لوليان ديال الفيديو هنا. اوكي دونك دروبيفاي كما شرحت المره اللي فاتت في اللايف مع فرا، دروبيفاي فري ما خصكش الكارطه، شركة كدير 10 ديال اكثر من 10 المبيعات في الشهر، ما حد كدير قل من 10 المبيعات في الشهر ما كتخلص حتى شي لعبه، ما كناخذوا لك بورسونتاج، ما كنتسالوك ما كتسالنا. دونك هاد اللعيبه هادي لواحد مبتدئ باش يخدم فابور، ملي كتولي تبغي دير اكثر من 10 ديال المبيعات كتخلص 2 دراهم في النهار، 1200 ريال في الشهر، اللي انا كتجيني صراحه حشومه كاع يسول على الواحد. ستين ما كاينش شي بلاتفورم دايره لك داك الثمن، ما كتاخذش معاك بورسونتاج، ما كتاخذ معاك حتى شي حاجه، ب $6 في الشهر تقدر تخدم ويعطوك الكاتالوج ديال سعودي دي بارتنر، وتقدر تخدم افيليات. لا يضيع الله اجر من احسن عملا، الا خدمتي مزيان جو بونس با كو ربي غيضيعك، بوتيتر كو تيكون واحد الديكالاج ديال لو ريزولتا، وداك الشيء من بعد غادي تقول الحمد لله كان داك الديكالاج. لا يضيع الله اجر من احسن عملا، الا خدمتي مزيان جو بونس با كو ربي غيضيعك، بوتيتر كو تيكون واحد الديكالاج ديال لو ريزولتا، وداك الشيء من بعد غادي تقول الحمد لله كان داك الديكالاج. لا يضيع الله اجر من احسن